في هذه الحلقة من الطريق إلى ريو نلقي نظرة على سنة مثيرة من سلسلة Great City. بين غريغوري يمنحنا درجة علمية في الانضباط وبالوقت الطويل، لكن أولا نلقي نظرة على بطولة كوبنهاجن ماسترز لتنس الريشة. السنة 23 على التوالي أقيمت في صالة فالكونر في كوبنهاجن بطولة كوبنهاجن ماسترز التي باتت تجذب المواهب المحلية والدولية لأن بلدهم موطن هذه الرياضة. فقد أثبت الدنماركيون قدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات. كان الظهور الأول لتنس الريشة في الأولمبياد في ألعاب برشلونة في عام 92، وعلى الأقل تقلد لاعب دنماركي واحد ميدالية في كل أولمبياد باستثناء بكين في عام 2008. استعد المشجعون لمشاهدة اثنين من حبلة تلك الميداليات في نهائي زوج الرجال، حيث شارك ماتياس بوي حامل فضية عام 2012 وزميله كراستين موغنسن بصفتهما مرشحين للفوز. وهذه الثقة تأتي من كون هذا الثنائي يسيطر على الساحة العالمية منذ سنوات. تواجها مع شابين أندونيسيين هما وايونيكا وعادي يوسف المصنفين رقم 21 على العالم، وربما تكون أعصابهما قد توترت مبكرا حيث تقدم الزوجي الدنماركي بنتيجة 6-1. لكن الفريق الاندونيسي كافح للعودة وقلص الفارق إلى نقطتين فقط. وفارق نقطتين هو أكثر ما تمكننا من الحصول عليه، فقد تابع هذا الثنائي الدنماركي تقدمه ووسع الفارق إلى 16-10. فاز بالشوط الأول بعد خطأ من الاندونيسي ناياك، وكانت المنافسة أكثر تكافؤ في الشوط الثاني حيث حاول يوسف ونياكا تعديل النتيجة. ومع الاقتراب السريع من النهاية كانت للزوج الأندونيسي فرصتان إضافيتان لتعديل النتيجة لكنهما فشلا، ومع تواصل المنافسة تمكن الزوج الدنماركي من الفوز بنقطة المباراة. أظهر الزوجي الدنماركي المصنف رابعا على العالم تفوقهما بالفوز بالشوط بنتيجة 21-16، وخرج فائزين بالمباراة بأشواط نظيفة. وهي السنة الثالثة على التوالي الذي ينتزع فيها بوي وموغنسن لقب زوج الرجال. كان المصنف السادس على العالم الدنماركي فيكتور إكسلسن يسعى لفوزه الثالث على التوالي في الحدث، كان مرشحا للفوز على اللاعب المفاجأة أندريس أنتونسن الذي شارك في الدقيقة الأخيرة من البطولة. يبلغ الشاب الدنماركي 18 عاما ولقبه الوحيد هو البطولة الأوروبية لما دون 19 عاما، وظهر فارق الخبرة في الشوط الأول حيث فاز أكسلسون ب20-10. كان الشوط الثاني متقاربا أكثر وواصل أنسنسن أداءه كنجم شاب صاعد ورفض الاستسلام مع الوصول إلى نقطة المباراة، لكن مع تقدم صاحب الخبرة أكسلسون بأفضلية 5 نقاط لم يكن هناك أي تهديد له وانتزع لقبه الثالث على التوالي في النقطة التالية.
مرة أخرى تمكن أكسلسن من الحصول على الجائزة في كوبنهاجن، ومع بلوغه سن 21 فمن المؤكد أننا سوف نشهد مزيدا من المواجهات بين النجمين الشابين. ضعف سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى ميزانية مكافحة المنشطات كجزء من خارطة طريقه لتنظيف ألعاب القوى، ورفع اللورد كو الميزانية إلى 8 ملايين دولار، وتعهد أن تكون هناك وحدة سلامة جديدة مستقلة يتم تفعيلها قبل أولمبياد ريو. يأمل لاعب الدور الوطني لكرة القدم الأمريكية ماركيز جودين أن يحصل على مكان في الفريق الأمريكي لألعاب القوة، ويأمل جودين الذي يلعب لفريق بافلو بيلز أن يثير الإعجاب بما يكفي في القفز الطويل أو إحدى مسابقات الجري، وأعلن أنه سوف يخوض التجارب الأولية في أوريغون في شهر يوليو. أعلن يوسين بولت البطل الأولمبي مرتين في سباقي 100 و200 متر و4 في 100 متر تتابع أنه يستعد لأولمبياد ريو بمشاركته في ذكرى ألعاب لندن في يوليو. سيكون محل ترحيب في مضمار الملكة إليزابيث الأولمبي، حيث سيشاهد كل من شاركوا في أولمبياد 2012. قبل عام واحد كانت ريو دي جانيرو إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم، واعتبر الكثير من النقاد أن نسخة البرازيل هي الأفضل في تاريخ المونديال، لكن ذلك كان مجرد تسخين لحدث أكبر تستضيفه المدينة الصيف القادم. قبل عام من انطلاق أول أولمبياد على أرض أمريكية جنوبية، تم تركيب أولى المقاعد في الملاعب الجديدة، لطالما كانت خطط المدينة المتعلقة بالأولمبياد طموحة وجريئة، حيث سيتم إنشاء 14 ملعبا جديدا، رغم أن العمل لم ينتهي إلا أن الأمور تسير كما هو مخطط لها. تسير الأمور حسب الجدول الزمني وحسب الميزانية المرصودة. لم يعد التحدي هو أولمبياد 2016، بل التحدي هو هذا العام. هناك 42 بطولة تجريبية قبل إقامة الأولمبياد، 21 منها ستقام هذا العام. ستكون أولى البطولات التجريبية على المتنزه الأولمبي في التنس، وتبلغ سعة الملعب 10,000 متفرج. لدينا 8 ملاعب في المتنزه الأولمبي، تم تدشين 2 منها، وهناك ملعبين مؤقتين، أحدهما يقع خلفنا هناك وهو المركز المائي، الآخر ملعب لكرة اليد. وبعد نهاية الأولمبياد سنفكك الملعبين، وسوف نشيد مكانهما مدرستين حكوميتين. لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية يتم استخدام مرافق رياضية لإقامة مدارس حكومية، رغم أنها ستكون مؤقتة في الأولمبياد، إلا أنها سوف تصبح مدارس دائمة بالنسبة للمدينة. الإثارة، الجمال، الاستمرارية والإرث هي كلمات السر التي تم استخدامها في عمليات البناء لمرافق أولمبياد 2016. واجهت مدينة ريو مشاكل اجتماعية ولم يكن من السهل حلها، على الرغم من أن اللجنة المنظمة لريو 2016 قد أخذت بعين الاعتبار الإرث الاجتماعي، حيث احتلت مشاريع الإرث نصيب الأسد من الميزانية. ستكون البرامج الرياضية أداة مهمة في التغيير الاجتماعي في هذه المدينة، وسوف تستضيف المتنزهات ومجمع ديودور الرياضي أكثر من 27 لعبة أولمبية، وسوف يتم استخدامه كمركز تدريب أولمبي بعد نهاية الألعاب. حالياً حوالي 4500 موظف، لكن سنبدأ بتقليص هذا الرقم مع مرور الأيام وتطور العمل. نعمل حالياً في وضع التفاصيل الأخيرة واللمسات الأخيرة على الملاعب. نحن الآن في المرحلة الأخيرة التي تتضمن مثلاً تركيب السقوف الخشبية، نعم، وقد اقتربنا من إنهاء العمل عليها. أنا أعتقد بأن أولمبياد 2016 ستكون مثالاً جيداً لإقامة أولمبياد نظيف. تعكس الملاعب والصالات الإرث البرازيلي بدون مبالغة ولا بذخ. الأهم من ذلك كله أن 60% من ميزانية البناء جاءت من القطاع الخاص، وهذا مثال ذكي للأولمبياد، حيث تم تخفيض مصادر تمويل الحكومة وزيادة مشاركة القطاع الخاص مع مراعاة تطبيق معايير الجودة الأولمبية. أعتقد أن المدينة نجحت باستضافة العديد من الأحداث المهمة مثل كأس العالم، بطولة ريو فوق 20 سنة، وزيارة البابا، وكأس القارات.
فيما يلي نتذكر الأشهر الاثني عشر المثيرة الماضية في سلسلة جريت سيتي. بن غريغوري يمنحنا درجة علمية في القفز الطويل، ونكون مع المزيد من منافسات تنس الريشة من الدنمارك. شاهدنا كيف تمكن كارستين مورغنسن وشريكه ماتياس بوي من انتزاع لقب زوج الرجال في بطولة كوبنهاجن ماسترز، لكن كارستين لم ينتهي بعد، حيث شارك مع كاميلا رايتر هول في نهائي الزوج المختلط. قد لا يأتي الفوز بسهولة ضد واكين فيشر وكريستينا بيدرسون، الثنائي الفائز 5 مرات في كوبنهاجن والمصنف 4 على العالم، وقد تعادل الفريقان ب19-19 في الشوط الأول. كان هناك خطأ كبير واستغل فيشر وبيدرسون الفرصة للفوز بالشوط. شهد الشوط الثاني منافسة شديدة، وهذه المرة كانت النقطة واحدة فقط تفصل بين هذين الفريقين، وكان فيشر وبيدرسون يتقدمان ب19-18 حيث قاما بالإرسال. نفذت كما شاهدنا بيدرسون ضربة ممتازة منحتهم نقطة المباراة. مع تحقيقهما 6 ألقاب متتالية في الزوج المختلط، فمن المؤكد أنهما وضعا بصمتهما على تاريخ بطولة كوبنهاجن ماسترز. وفي نهائي زوج السيدات حاولت كريستينا بيدرسون الفوز باللقب الثاني في بطولة هذه السنة، وتشاركت مع كاميلا رايتر رول لتدفعها عن لقبها، وهما تحتلان الآن المركز الثاني في التصنيف العالمي. كان خصمهما الزوجي الاندونيسي ماهودي نيكتكوت وإنجيا أواندا المصنفين 33 على العالم، وظهر هذا الفارق في الشوط الأول حين فاز الفريق الدنماركي ب21-10 بعد حصوله على 7 نقاط متتالية، حيث كان الفريق الاندونيسي يتطلع إلى مدربه للحصول على الدعم، لكن مع مواجهة الفريق الدنماركي القوي لم يكن هناك أي أمل. مع هزيمة الزوج الأندونيسي في شوطين متتاليين دافعت بيدرسون ويول بنجاح عن لقبهما وانتزعتا بطولتهما الثانية في هذه المسابقة. شهد نهائي فرد سيدات لاعبة دنماركية أخرى هي ليني كيرسفيلد المصنفة رقم 29 على العالم، وقد تواجهت مع الهندية بوسارلا سيندو المصنفة 12 على العالم والفائزة ببطولة ماكاو في عام 2015، لكن بوسارلا سيندو قامت ببداية بطيئة. تمكنت كيرسفيلد من تجاوز خصمتها بقوة مبكرة ووسعت تقدمها، ولم تتمكن سيندو من التعويض. مع لعبها المميز عند الشبكة حصلت كيرسفيلد على نقطة الفوز، وسرعان ما حصلت على النقطة التالية لتفوز ب21-12. وجدت سيندو إيقاعها في الشوط الثاني وتقدمت ب4-0، لكن كيرسفيلد عادت إلى المباراة بحصولها على نقاط صعبة وعادلت النتيجة بواقع 19-19.
حين حصلت كيرسفيلد على النقطة التالية تقدمت لأول مرة في الشوط الثاني ووصلت إلى نقطة المباراة. فازت الشابة الدنماركية كيرسفيلد بأشواط نظيفة في النهائي بواقع 21 مقابل 12 و 21 مقابل 19 ووصلت لصعودها القوي في الساحة العالمية بفوزها في كوبنهاجن وبلقب البطولة الإسكتلندية. وسوف تركز أنظارها على الأولمبياد القادم في ريو بصفتها من المرشحين الدنماركيين الكثر الذين يملكون فرصة لمواصلة التاريخ الرائع لهذا البلد في الفوز بالميدالية الأولمبية. انطلقت سلسلة Great Run لأول مرة في عام 1981 وهي فكرة بريندان فوستر حامل البرونزية الأولمبية والذي شارك في 3 ألعاب أولمبية وحطم رقمين عالميين وفاز في مسافات تتفاوت بين 1500 و10000 متر. تطورت السلسلة لتشمل 15 مسافة مختلفة في سباقات الطرق وألعاب القوة بما فيها ألعاب Great City. ومع قدوم السنة الجديدة سوف نلقي نظرة على مشاهد من موسم عام 2015 شهدت بها ألعاب مدينة مانشستر عددا من الرياضيين المنافسين على المستوى الأولمبي مثل جيسيكا إنس هيل حاملة ذهبية السباعي في أولمبياد 2012. ينتابك شعور جميل في العودة والوقوف على خط بداية السباق والاصطفاف من أجل التسابق من جديد. تفوقت أشير سميث بطلة العالم في سباق 100 متر في عام 2014 على شيبر التي انتزعت ذهبية سباق 200 متر في بكين. كان هناك متسابقون أولمبيون آخرون قدموا أداء رائعا مثل البريطاني غريغ ريذرفورد الذي فاز بالقفز الطويل مسجلا 8 أمتار وسنتيمترا واحدا والكوبية يارسلي سيلفا التي سجلت 4 أمتار ونصف في القفز بالزانة. في سباق مانشستر الكبير لمسافة 10 كيلومترات فاز الكيني ستيفن سامبو في 27 دقيقة و30 ثانية متقدما على حاملي الميدالية الأولمبية سابقا ويلسون كابيسانغا وبراند لاغات. ولدى السيدات فازت كينية أخرى هي بيتي ساينا في 31 دقيقة و49 ثانية متقدمة على إدنا كيبالاغات بطلة العالم مرتين في الماراثون. كما شهد السباق منافسة للمعاقين وفاز البريطاني ديفيد واير حامل الذهبية 5 مرات في 20 دقيقة و57 ثانية وانضمت إليه مواطنته شيلي وود صاحبة الثلاث ميداليات والتي فازت في 25 دقيقة و37 ثانية. انهمرت الأمطار في ألعاب Great North City لكن هذا لم يمنع بعض الرياضيين من تقديم أداء جميل وكان شرف الفوز في سباق 100 متر حواجز من نصيب البريطانية تيفاني بورتور. أظهرت الهولندية دافني شبر إمكاناتها في سباق 100 متر. يتوجه الحدث الأخير من السلسلة في كل سنة إلى أفريقيا حيث السباق الأثيوبي الكبير لمسافة 10 كيلومترات وهو أكبر سباق للطرق في أفريقيا مع مشاركة أكثر من 40,000 متسابق. شهدت نسخة هذه السنة مشاركة الأسطورة المعتزل الأثيوبي هايلي جبرسلاسي واختار تكريم قدوته أبيبي باكيلا عند النهاية. اشتهر باكيلا بفوزه بأول ذهبية له وهو يجري حافي القدمين في أولمبياد روما في عام 60. وبالنسبة لنخبة العدائين فقد تمكن الأثيوبي تاميراتولا من الفوز في 28 دقيقة و44 ثانية وفازت ماميتو داسكا بسباق السيدات مسجلة 32 دقيقة و16 ثانية. بهذا قدمنا لكم مشاهد من سلسلة Great Run لعام 2015 ومع انتهاء سنة من المنافسة وبدء أخرى نأمل أن تقدم لنا سلسلة عام 2016 مزيدا من العروض التي لا تنسى. نعود مع المزيد مع بين غريغور المتخصص في العشاري حيث حل سلسا في آخر نسختين من ألعاب كومنولث وسوف يعطينا لمحة عن كل حدث من أحداث العشاري وعلى ماذا يجب أن نركز فيه وكيفية الاستعداد له. في الجزء الثاني من سلسلتنا حول العشاري سنكون مع مسابقة القفز الطويل وأفضل رقم شخصي لبن وهو 7 أمتار و42 سنتيمتر.
القفز الطويل هو الحدث الثاني في العشاري، وهو مهم جدا لتحقيق بداية جيدة. إذا كنت جيدا في سباق 100 متر وحصلت على نتيجة جيدة في القفز الطويل، فذلك سوف يسهل عليك حينها أن تقدم مسابقة عشاري كبيرة، وسوف ينطلق جسمك من مسافة 100 متر مع وجود السرعة في قدميك، وسيمكنك من القيام بالقفز الطويل. يبدو الأمر سهلا من الخارج حيث الجري والقفز في حفرة الرمل، لكن في الواقع الأمر فني تماما. للحصول على قفزة طويلة فإن الأمر يتعلق بتحقيق أقصى سرعة ممكنة بطريقة إيقاعية، حيث يمكنك الجري والانطلاق لأنه لا توجد نقطة محددة في حارة الجري، ولن تستطيع إيجاد التوازن بين الجري بسرعة قدر استطاعتك وبين طريقة السيطرة. هذا يعني أنه يمكنك أن تقلع بأكبر قدر من القوة، كما هو الحال في تحقيق أقصى ما تستطيع على التراب. كل سنتيمتر يحسب لك نقاط في العشاري، لذا عليك التأكد من أن يكون إقلاعك نظيفاً على لوح القفز، لأنك إذا خسرت بعض سنتيمترات فلن تحصل على النقاط الكافية، وإذا دست فوق لوح القفز فلن تكون قفزتك قانونية. ومن المهم أن تحصل على إقلاع آمن، وأن تقفز جيداً، وأن تهبط لأبعد مسافة. أظهر بن قدراته على الهبوط في الحفرة، وكانت لديه نصيحة أخيرة. عندما تذهب إلى المنافسة عليك ألا تفكر بها. التدرب عدة مرات في الأسبوع على هذه العملية سيؤدي حتما إلى التقدم في كل مرة، لذا عندما يتصاعد الضغط يمكنك أن تلمس اللوح وأن تحصل على قفزة قانونية طويلة، لأنك إذا دست على اللوح فلن يقيس المسافة ولن تحصل على النقاط. عدم الحصول على النقاط غير جيد. يبذل بن غريغوري جهده لإتقان انطلاقته وتحسين سجله في العشاري. هذا كان كل ما لدينا في القفز الطويل، وتأكدوا أن تتابعوا النسخة التالية من هذه السلسلة التي ستكون عن رمي الكرة الحديدية. هذا كل ما لدينا، انضموا إلينا الأسبوع المقبل في الطريق إلى ريو. إلى اللقاء.